يا مساء الزغاليل، وحشتوني جدا جدا الفترة اللي أنا غبت عنكم فيها، والله بيبقى غصب عني. عايز أبدأ معاكم حلقة اليوم بأخبار النادي الأهلي. قبل ما نتكلم عن الأخبار، ما تنسوش تدعمونا باللايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الأهلاوية. نادي الأهلي في مباراة ودية إن شاء الله يوم السبت القادم. بيتسو موسيماني هيستعين بلعيبة الدكة أو اللعيبة الاحتياطي تقريبا كده، الأساسيين في مباراة نادي الزمالك كلهم مباراة الخمسة، اوعى تنسى الخمسة، ان شاء الله هيبقوا مش موجودين في المباراة. المباراة على سبيل تجربة اللاعبين الموجودين على الدكة او اللاعبة اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي في الفترة الماضية. طيب برضو ما تنسوش اليوم كابتن سيد عبد الحفيظ سيد الحراق، ان شاء الله هيبقى على قناة ابو ظبي مع الاعلامي يعقوب السعدي، واعتقد انها هتبقى حلقة نارية. هنتابع كلنا ان شاء الله احداث الحلقة وهنعقب عليها بكرة باذن الله. طيب عصام عبد الفتاح ومحمد عادل والاحتواء ويعني انا مش عارفه اقول ايه، والله حاجات كتير قوي حصلت اليومين اللي فاتوا دول، وانا عملت لكم شورت فيديو كده ما رضيتش اتكلم فيه كتير عن موضوع الاحتواء ده، وعمالين تصريحات ورا بعض. عايزين كده ايه يعني سريعا نتكلم عن موضوع الاحتواء. اللي انا عايز اقوله في موضوع الاحتواء يا كابتن عادل ويا كابتن عصام، بيقول لك الاحتواء دي نظريه رياضيه موجوده في كل حته في العالم وانتوا ليه مستغربين، عايز اقول لك لا حضرتك، الاحتواء ده نظريه نفسيه. اللي عايز احتواء يجي لنا يا فندم، يجي يمدد على الشزلونج ويجي بقى ايه يطلع بقى اللي جواه ويفضفض وانا احتويه سعادتك. لكن نظريه الاحتواء دي ما بتكونش موجوده في الملاعب خالص، يعني هو ده حضرتك دي حاجه موجوده في علم النفس بس مش موجوده خالص في الكوره، فالكلام ده كلام فاضي. يعني انت عايز تتكلم في الاحتواء تعالى يا باشا وانا اكلمك في الاحتواء. طيب بعيدا عن الاحتواء والهزار، في كارثه، يعني في كارثه قالها عصام عبد الفتاح. هو كل الكلام كوارث، يعني هو كل الحوار من اول لاخره كارثه، ولكن هو قال لك بعد تصريحات عادل، هو كانوا بيتكلموا عن ان البنالتي كانت لحمدي فتحي، بعدين طلع الاحتواء اللذيذ يعني صاحب اجمل احتواء في الملعب وقال لك لا ده كان على الزغلول هو السبب في البنالتي. طيب طلع بعد كده عصام عبد الفتاح قال لك ايه؟ قال لك لا ده خطا بروحين، عارفين الخطا اللي بروحين؟ يعني ايه؟ يعني خطا من ناحيتين، حمدي فتحي والزغلول الاثنين هما اللي عملوا الخطأين، يعني عارفين بصوت ايه اسمها ايه دي يسرى، يا اختي كده ينفع وكده ينفع، حمدي فتحي ينفع وعلي معلول ينفع، فقمه اللي يعني المهزله والله حصلت. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع محمد عادل، انا وجهه نظري ان هو مش هيخرج عن حاجتين، يعني هو حاجه من اتنين، يا محمد عادل ده كبش في ده من الاخر كده، حسوا ان الدنيا بقى خلاص ابتدى يبقى فيه قلق جامد جدا والناس بتتكلم والاعلام كل السوشيال ميديا طبعا مش الاعلام التلفزيون، يعني اقصد لان طبعا الاعلام الجميل اللطيف الحلو اللي بيحتوي الامر ما اتكلمش خالص عن القصه من منظورها الحقيقي. فهو قال لك نحط عادل ده كبش فداء ونخلص بدل فيه هجوم كبير جدا على لجنه الحكام وعلى عصام عبد الفتاح، فيلا نحط مين كبش فداء؟ محمد عادل. دي نظريه. في نظريه ثانيه وانا برجح النظريه الثانيه على فكره، ان يكون محمد عادل يا جماعه جاله مكالمه تليفون زي المكالمه اللي جات له بين الشوطين كده، ان انت لازم تحتوي الامر، فانت لازم تطلع وتتكلم وتقول اللي عندك وبعد كده ما تزعلش، اللي هو ايه يعني معلش هنعمل عليك بقى عقوبات كده عبيطه، يعني مثلا مش هنخليك تحكم مباريات قمه وبتاع، ولكن انت عادي ان شاء الله مرتبك ماشي يا معلم والدنيا حلوه وهتحكم ماتشات وكل حاجه. فاعتقد انا شايفه ان ده الاقرب، يعني ده الاقرب. ليه؟ لان عبد الفتاح نفسه في فيديو قبل كده انا جيت قلت لكم تصريحاته، قال لك اللي هيطلع في الاعلام وهيتكلم هيتعاقب وهيبقى خارج منظومه التحكيم، ومفيش حاجه اسمها حكم يبقى عنده سوشيال ميديا خاصة بيه ويطلع يتكلم فيها، الكلام كله هيبقى عن طريق لجنة الحكام وممنوع أي تصريحات صحفية للحكام. طيب قبل المباراة أنا كنت حاطة بوست على تويتر، أكيد كلكم شفتوه، سوري عملت تويت على تويتر وحطيت بوست على الفيسبوك وحطيت لكم اللقاء الصحفي بتاع محمد عادل، وقلت دي جديدة علينا إن يطلع قبل المباراة ما تبدأ، ما فيش بحاجة بسيطة جدا إن أنتوا تستضيفوا الحكم، وهو أصلا المفروض الحكام ممنوعين من الظهور الإعلامي، واخدين بالكم كنا في عك وسمك لبن تمر هندي غريب جدا بيحصل. فانا شايفه بالاغلب ان كل اللي حصل في الايام الماضيه دي لا ده الكلام ده كله موجه لغرض في نفس يعقوب مدحت شلبي واسباب ايقاف مدحت شلبي. بختلف مع ناس كتيره جدا ان هي طلعت واتكلمت قالت لك ما هو اتحاد زمالك ومش عارف ايه زمالك وكله زمالك، لا مش بختلف معاكم في النقطه دي، انا بختلف معاكم في موضوع ان انتوا شايفين
ايقاف مدحت شلبي ده حاجه حقيقيه يعني. انا اتكلمت اصلا برضو، عملت لكم تويت وقلت لكم ان الموضوع هزلي جدا. نفس اللي حصل معاه لما جه طلع قال لك على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اتوقف برضو كام مباراه وكان خلاص يعني، هم كام حاجه كده وراح رجع تاني. نفس الكلام كم مباراة وهيرجع تاني، هما بتتكلموا في 3-4 مباريات وهيرجع تاني، والموضوع ما فيهوش يعني حاجة قوية. ولكن الأسباب بتضحك يعني. أنا خلونا نتكلم على الأسباب. بيقولك لم يحترم القيم المجتمعية وخالف دوره في حماية الوحدة الوطنية والتماسك، مع ان في ناس طلعت اتكلمت على شعار النادي الأهلي وقالت ان هو نازي، وده سبحان الله ما بيدعو للوحدة الايه بقى. طيب لم يحترم حقوق الجماهير، وبرضه لما الناس طلعت اتكلمت على جماهير النادي الاهلي والناس اللي قالت السوقه والعامه كده ما كانش بيحترم حقوق الجماهير، لم يلتزم بالموضوعيه والتوازن، خالف ميثاق الشرف الاعلامي واستخدم الفاظ وعبارات منافيه للاداب. طب انا عايز اقول والله العظيم ان دي يعني اسباب بتضحك، يعني اسباب بتضحك والله. يا ريتكم قلتوا اسباب، ويا ريتكم ما اعلنتوا اسباب، علشان كلمتوا بتقولوا ده كلام عبيط جدا جدا. ويعني انا مش فاهمه مشكله الزغاليل معاكم ايه، ومش مشكلتنا ان في ناس بتاخد الكلام بمحمل تاني. كل الكلام العامي، كل الكلام بعيدا بقى عن المعجم والكلام اللي برضو مدحت شلبي قاله، كل الكلام اللي باللغه العاميه قابل للتاويل والتحريف. يبقى احنا هنطلع ايه خلاص سايلنت؟ طب ايه رايكم ان احنا نشاور بقى بدل التعليق؟ فالموضوع طبعا عبيط جدا جدا. وانا زي ما بقول لكم يعني هي مساله وقت وهو يرجع يعني كام مباراه وخلاص، برضو التهلئه الاعلام يعني. طيب بالنسبة لموضوع نادي الزمالك وتبريرات نادي الزمالك اللي مش تنتهي ومش تخلص، الأول طلع قالك لو شلنا ضربات الجزاء من المباراة هتطلع معرفش كام، وبعدين قالك لو طرحنا عدد الأهداف والستنين كعب تربيع مش عارف ايه الحاجات العجيبة اللي كنا بناخدها في المادة مندي اللي انا مش فاكرة منها اي حاجة، هيطلع لك ان نادي الزمالك اصلا كسبان. كلام بقى عبيط ومبررات هبلة ملهاش لازمة. واخيرا طلعوا علينا وقالوا لك ان كان في تصريحات قبل المباراة او في كلام هم عرفوه قبل المباراة بيوم خلى اللعيبة نفسيتها يا حرام تعبانة ومساكين. ما انا قلت لكم عايزين احتواء، تعالوا لي يلا نفعوني يا جماعة بدل ما انا ايه قاعدة كده فاضية، فيعني تعالوا خدوا كام سيشن كده عشان نعمل لكم احتواء. طيب فاللي انا عايز اقوله ان ده كلام عبيط. مش معنى ان انتوا عرفتوا ان صقر راجع فده اثر عليكم بشكل سلبي واللعيبه خافت وادت الدور ده، بالعكس بالعكس طبعا ده حجج وشماعات ملهاش اي 30 لازمه، بدليل ان نادي الزمالك كان بدأ المباراه لحد الدقيقه 12 كان بيلعب كوره، وانا يعني في اول ما بدات كده قلت المباراه هتبقى صعبه على النادي الاهلي وحماسيه واللعب هيبقى حلو وهنشوف اهداف والدنيا جميله. طيب فلحد 12 دقيقه نادي الزمالك كان متواجد في الملعب وكان بيلعب كويس قوي. النادي الاهلي النادي الزمالك ما انهارش غير بعد هدف في الثاني في الثالث، فاللي هو الخضه اللي هو في حد يخض حد كده. طبعا بالنسبه لهم الموضوع كان ايه، هو ده اللي اثر عليهم بالسلب، مش موضوع ان الصقر راجع ولا ميدو راجع ولا اي حد راجع، كلام طبعا اي كلام بيتقال واي كلام فنكوش يعني. وموضوع ان كارتيرون ماشي او الكلام ده برضو اللي في بعض الاعلاميين اتكلموا عنه، كارتيرون الفتره الماضيه يعني الراجل عمل انجازات مفروض حتى لو هي مش بتاعته، احنا كلنا عارفين ان هي مش بتاعته ده فعلا يعني، ولكن بالاسم هو خلاص هو واخد دوري، والراجل المباريات اللي فاتت في الدوري الجديد بقى، انا بتكلم على السيزون اللي فات، السيزون الجديد مكسب ورا مكسب. طب هو ليه هيفكر ان هو يمشي في ظل ان نادي الزمالك قال لك انا هوفر لك الفلوس بتاعتك ان شاء الله؟ فالموضوع ده كله بلح. كارتيرون هيرجع ولا مش هيرجع الله اعلم، وانا يعني مش عايز احط رايي دلوقتي في الموضوع، ولكن ده بيطرح دلوقتي نتيجه الايه الخمسه. طيب عايز اعقب على موضوع اعتراض الزمالك على قرارات الرابطه. انا من وجهه نظري قرارات الرابطه يعني بصراحه ملهاش اي لازمه يعني، فعليا قرارات عجيبه غريبه مريبه. انا مش مقتنعه بالرابطه دي من داي وان، وقلت لكم انا شايفه ان الرابطه دي ملهاش لازمه وهي جايه عشان تخدم مصالح انديه معينه، وبكره تشوفوا الكلام اللي انا قلته لكم ده هيطلع صح ولا لا. اتمنى ان هم يخذلوني واتمنى ان يطلع عكس وجهه نظري صحيحه. طيب قرارات الرابطه، عشان كان في حد سالني وكان عايز يعرف تفاصيل الغرامه اللي على النادي الاهلي، ليه حصل غرامه على النادي الاهلي لو ما كنتش تابعت يعني بعض الزملاء اللي اتكلموا عنها الفتره الماضيه، علشان غرامه نزول الجهاز الفني ولاعبي الاحتياطي لارض الملعب احتفالا بكل الاهداف اللي اتسجلت. طيب فدي 50,000 جنيه 10,000 جنيه على كل هدف.
طيب نادي الزمالك بيعترض على الغرامات، بيقول لك لا ان هم ما نزلوش لارض الملعب. يا سبحان الله الناس دي يا جماعه، يعني اللي بيعترض ده يعني انت ازاي كده؟ يعني حواليك في فيديوز، في ماتش متسجل يا باشا وموجود، حتى لو انت يعني عملت مونتاج وشلت يعني شلت اللي انت عايز تشيله من الماتش، طب ما هو موجود، يعني هو موجود وموجود، الجهاز نزل ولا ما نزلش، والاهداف موجوده على اليوتيوب يا فندم، وشفنا انتوا نزلتوا ولا ما نزلتوش. ده الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني على موضوع المؤتمر الصحفي، وبيقول لك ان كارتيرون راح واستنى وموسيماني اتاخر، فهو حس ان ده يعني ديسريسبكتو، ان هو كان لازم يمشي علشان هو بيقلل منه، ولازم يجيبوا حاجه على موسيماني. يعني على طول بص كده دور على اي فنكوش اي حوار وتجيبها على النادي الاهلي، اللي هو ما راحش اصلا، ان هو خد الخمسه في وشه وايه طيرته كده بصاروخ موجه على بره الملعب، اساسا ما راحش اساسا ولا اي حاجه. مراقب المباراه في تقريره قال لك ان هو ما راحش اساسا للغرفه اللي فيها المؤتمر الصحفي. طيب فانا مش عارفه الناس دي بتعترض على ايه، حاجه قمه الغرابه. بالاخير بتزعلوا لما نيجي نقول لكم شوف النادي الاهلي فين وانتوا فين. عجبني قوي تصريحات ادوار مندي حارس تشيلسي، بيقول لك هناك احتمالية لمواجهة النادي الاهلي في كأس العالم للأندية ونحن ننتظر هذا اللقاء، ولكن لا استطيع التحدث عنه تفصيلا الان، ما زال مبكرا جدا. راجل حارس مرمى يعني تشيلسي عارف النادي الاهلي، متسوق لرؤية النادي الاهلي، فالناس اللي بتقول لك القبي الكره المصريه النادي الاهلي نادي عالمي يا جماعه، وكل انديه العالم دلوقتي ومن فتره كبيره كمان بقت عارفه النادي الاهلي وهو فين وبقيه الانديه مكانها فين. نادي الاسماعيلي فتح باب التبرعات، اتبرع ولو بجنيه تطول نادي الاسماعيلي. طيب ويحيى الكومي بيقول لك الحمد لله اتبرع هو لنادي الاسماعيلي ودفع المايه والنور والغاز الطبيعي والكهرباء والانترنت، والحمد لله الدنيا ابتدت تمشي، ولكن ما زال موضوع طرح فتح باب تبرعات نادي الاسماعيلي. ويرد حسني عبد ربه بيقول لك احنا كده فرقنا ايه عن الزمالك، كلم البيبي كلم عليك. طيب موضوع ان النادي الاسماعيلي عايز اعارات من النادي الاهلي، كابتن بيبو بيوافق على الموضوع ده في حالة ان اللعيبة موافقة، ولكن هل انت كمشجع اهلاوي يعني انت شايف ان الموضوع ده عادي ويجوز؟ كابتن بيبو قمة الاخلاق وقمة الاحترام بعد كل اللي حصل من نادي الاسماعيلي، وكل مرة بيعمل نفس اللقطة ونفس الحوار، واللي النادي الاهلي ما بيجيش يلعب في اسماعيلية والماتشات اللي بتباع وده كله، وبرضه مازال اسطورة الاخلاق برضه يعني بيقف معاه حد بالاخير علشان الناس اللي بتهاجمه وتقول لك ها زحلقه يا اللي جاي بتتكلم وتقول لك اصل كابتن بيبو وكابتن الخطيب وعايز ترفع قضايا، روح يا عم الحاج ارفع قضايا والله العظيم، واحنا هنخليك ما تطلعش تلفزيون تاني اصلا، يعني فكر كده تعملها، هي مجرد بس كلام كده وايه يعني حبه حاجات اتقالت في التلفزيون في لحظه حماس، الحماس كان واخدك، بس يفكر ان انت تروح تاخد بقى ستيب فعلا رسمي، وانت هتشوف جماهير النادي الاهلي رد فعلها هيكون ايه تجاهك. طيب فبعد ده كله الاخلاق الكبير عايز يدي لعيبه او موافق ان هو يدي لعيبه من النادي الاهلي لنادي الاسماعيلي. انا واحده من جماهير النادي الاهلي، انا طبعا برفض وبشده، واحنا دائما وابدا مع قرارات كابتن بيبو طبعا على راسنا وكل حاجه، ولكن انا من وجهه نظري انا شايفه ان هم ما يستاهلوش بجد، الناس دي ما بتستاهلش، لان يعني فعلا ده يعني اكتر نادي في الدنيا لئيم بجد، وطول الوقت بيعمل كده وكل سنة بيعمل كده، وتقف جنبه مهما تقف جنبه وتلاقي برضو ان هو رد الجميل انه بيطلع يتكلم عنك في الاعلام وانه يبيعك في المباريات، فانا مش حابة موضوع ان احنا نطلع اي اعارات لنادي الاسماعيلي. طيب اخيرا هختم بموضوع موسيماني ورحيل موسيماني والتصريحات الغريبة اللي شفناها من يعني احد الاعلاميين، انا دايما الناس دي ما بحبش اذكر اسمها في القناة عندي، ولكن هو يعني كائن من كائنات احادية الخلية اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير قبل كده، وطلع بيقول لك ان موسيماني بيشوف اوفر وان هو عايز يمشي. تفتكر بعد الانجاز اللي هو عمله من وجهة نظر الجماهير يعني اتليست، لان انت لما الانجاز مش في انك كسبت الزمالك، الانجاز في انك كل ما بتقابل الزمالك بتزعله جامد، واخر مره كسبت اداء ونتيجه انت كسبانه 5 اهداف، لولا يعني لولا الاحتواء كان زمانك مديله دلوقتي ايه 8 ولا حاجه. فهو يعتبر موسيماني عمل حاجات كتيره، تاريخ يا جماعه، موسيماني عمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي في تحقيق البطولات وفي الانجازات اللي اتعملت مع النادي الاهلي في الفتره اللي هو قاعد فيها،
ففكره ان موسيمان يمشي في الوقت الحالي او ان هو يطلب الرحيل في الوقت الحالي ده طبعا كلام فارغ ليس له اي اساس من الصحه. الراجل خد اجازه 5 ايام اوكي وراجع علشان يستأنف التدريبات بتاعته مع النادي الاهلي. مفيش اي كلام عن رحيله في الوقت الحالي. ما تنساش في نهايه الحلقه ادعم موسيماني، ادعم كابتن بيبو، تريكا خط احمر. ثانك يو.